لا للمخدرات. كفايه بقى، ناس كتير قوي بيتها اتخربت بسبب المخدرات. رساله لبائع المخدرات، اللي طلق مراته بسبب المخدرات، اللي ساب شغله بسبب المخدرات، خليته مدمن، خربت بيته، حرام عليك. كفايه بقى، كفايه بقى. اعرف واحد مات وجاله الايدز بسبب المخدرات. اعرف ست بتبيع بنتها عشان المخدرات. اعرف بيوت كتيره اتخربت بسبب المخدرات. والله 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 يا بائع المخدرات، لو كنت بتكسب في الدنيا مال والله هتخسر اخرتك، والله هتخسر اخرتك. هنتوب امتى بقى؟ كفايه. وانت يا اللي بتشرب، في ايدك اللي انت تتغير وتقرب من المولى عز وجل. كفايه بقى، عايزين نفوق شويه.